بسم الله الرحمن الرحيم. في انا هون عندي اوربيتوميتال سكشن للبرين، بلاحظ اول شيء اجزاء اللاترال فنتريكل، هون الانتيرير هون اوف لاترال فنتريكل، وهون البوستيرير هون اوف لاترال فنتريكل. بلاحظ هنا في انا عندي السيبتم لوسيدم، واخر السيبتم لوسيدم عندي الفورنكس من فوق الجينو اوف كوربس كالوزا، وطبعا لاترال في انا عندي بروجكشن للهيد اوف كوديت توورد اللاترال فنتريكل. الكودات توارد لاترال فنتريكل. هلا انا عندي هنا بين الكودات والبوتامين في انا عندي الانتيريور لامب اوف انترنال كابسول. بلاحظ هنا في عندي الثلاماس، طبعا بين الثلاماس والثلاماس اللاترال فنتريكل الثيرد فنتريكل ثيرد فنتريكل. هلا زي ما هون انا قدام عندي الجينو اوف كوربس كالوزام، ورا بلاحظ السبلينيوم اوف كوربس كالوزام. طبعا هون حكينا ان البوستيرير هون اوف لاترال فنتريكل. هيك خلصنا.